كما خرج سكان الولاية المنتدبة المنيعة في غرداية أمام مقر مؤسسة سون الغاز احتجاجا على الارتفاع الكبير الذي شهدته الفواتير الأخيرة للكهرباء، وأعزي السكان عن دفعها نظرا لمحدودية دخلهم، وهم أدى بالمؤسسة إلى قطع التموين بالكهرباء عليهم، ومطالبين من السلطات العليا التدخل لإيجاد يقول حل لهذا الارتفاع الكبير. عصام بخاري رصد التالي. ما الزيادة اللي مست الفاتورة التالية هذه؟ أنا عايش في الصحراء، درجة الحرارة 50 درجة، وممكن تفوت 55 درجة، وتقول لي تخلص فوا 5 أبري 1000 واط، معناها واش؟ معناها واش؟ منين نجيب؟ منين نجيب؟ حنايا المهم المشكلة تاعنا ياك هاد الزيادات هي اللي راهي غايضتنا، هاد الزيادات اللي زايدة على الحد. حنا ماناش هاربين من القانون ومانا هاربين من التحية، المهم هاد الزيادات اللي بزاف ماذا بينا الدولة تنظر لينا، تنظر حنا كسكان الجنوب.